والآن إلى أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وأبدأ من صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب يوسف دياب: السلطة اللبنانية تروض القضاء وتحقيق المرفأ أكبر الضحايا. القضاء ليس بخير، بهذه العبارة لخص مرجع قضائي واقع العدالة في لبنان بعدما عصفت بالقضاء كل الأزمات وأنهكته التدخلات، حتى تحول من سلطة لإحقاق الحق إلى وسيلة ارتهان لأهل السياسة. لكن هذا الاعتراف لم يعفي حراس العدالة من مسؤولية ما آلت إليه الأمور. ثمة من يحملهم تبعات الخضوع للمنظومة السياسية سواء بالترغيب أو بالترهيب، وهذا ما تجلى في تعاطي المرجعيات القضائية مع ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حيث ارتضى بعض المحاكم وقضاتها أن يكونوا وسيلة لتعطيل هذا الملف، مراعاة لأطراف سياسية متضررة من المسار الذي يسلكه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. التدخل السافر فضح الجميع، وليس أدل على ذلك من التهديد الذي تلقاه البيطار في مكتبه داخل قصر العدل من المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، من دون أن يجرؤ القضاء على فتح تحقيق ولو كان شكليا. وانطلاقا من هذا الواقع، لا ينكر مصدر قضائي بارز أن سرطان السياسة تسلل إلى الجسم القضائي وأنهكه. ويقول للشرق الأوسط إن صراعات أهل السياسة تترجم في أروقة قصر العدل، وقد نجحت في تعطيل مرفق العدالة بكل نواحيه، كاشفا عن أن مجلس القضاء الأعلى الذي جند كل طاقاته من أجل إعداد تشكيلات قضائية جزئية تنهي الشلل والفراغ على مستوى محاكم التمييز انقسم على نفسه وأخفق بالوصول إلى صيغة مقبولة لهذه التشكيلات. ولم يخفي المصدر القضائي أن الانقسام بات حادا حول اختيار رؤساء محاكم التمييز الذين يتحولون حكما أعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويجزم بأن الاصطفاف بات واضحا، بحيث بات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود شبه محاصر من معظم أعضاء المجلس الذين يرفضون بشكل قاطع تثبيت ثلاثة قضاة كرؤساء في محاكم التمييز، وهم ناجي عيد، رندا كفوري، وجنات حنا. ويبرر المصدر هذا الحصار بالنقمة العارمة على كل قاض اتخذ قرارا برفض تنحية المحقق العدلي طارق البيطار، وهذا ما يسري على القضاء أو على القضاة المذكورين الذين سبق لهم وردوا دعاوى مماثلة أريد من خلالها قبع البيطار من مركزه وإلى مهمة التحقيق العدلي لقاض آخر. والآن إلى لبنان ديبيت، حيث كتب فادي عيد ثلاث عناوين وراء الحديث عن زوال لبنان. طرح تكرار الحديث عن هواجس لدى مرجعيات دولية وعربية على مستقبل لبنان، وحتى مخاوف بعضهم على زوال لبنان عن خارطة المنطقة، أكثر من تساؤل عن خلفيات وأبعاد ودلالات المواقف التي تصدر في الآونة الأخيرة لتعيد الساحة اللبنانية إلى عين العاصفة. في هذا الإطار، أكدت معلومات مستقاة من مصادر مطلعة وجود مخاوف جدية من حصول سيناريوهات أمنية لم تتضح طبيعتها بعد، ولكن تخفي في طياتها نوايا معينة ومشبوهة. وتعزو المعلومات أسباب هذه المخاوف إلى ثلاثة عوامل. العامل الأول يتصل بمفاوضات فيينا، حيث أن اللحظة الحالية تشير إلى وصول هذه المفاوضات إلى الأمتار الأخيرة، إذ في هذه المرحلة تكون الأمور خطيرة، وعندها تتزايد المخاطر من أي تفجير محدد لتمرير أمر ما أو للتقليل على أمر ما أو لإثارة غبار حول شيء ما. العامل الثاني بحسب المعلومات نفسها يتصل بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ذلك أن ما يجري على مستوى هذه المفاوضات لجهة ما إذا كان هناك من مشروع صفقة معينة لها علاقة بمفاوضات فيينا وتقتضي تمرير الترسيم في لبنان، وبالتالي سيكون من الصعب أن تمر عملية الترسيم على البارد، وحينها قد يشكل هذا الملف عنوانا لتفجير في مكان معين من أجل تمرير الترسيم، والذي سوف يحد لدى حصوله من دور حزب الله. أما العامل الثالث، تضيف المعلومات وجود نية لدى البعض لتطيير الانتخابات من خلال فوضى أمنية أو فوضى مجتمعية أو اغتيال سياسي. وبالتالي تابعت المعلومات، فإن لبنان والمنطقة ما بين وضعية متحولة على مستوى الشرق الأوسط من خلال ما يحصل في فيينا من مفاوضات نووية، ومن خلال الترسيم في الجنوب، إذ إن إحدى الفواتير التي
ستدفع من أجل إنجاح هذه المفاوضات هو ما يمكن أن يحصل، لأن واشنطن تضغط لحصول هذا الترسيم كما لإجراء الانتخابات النيابية التي ستشكل تحولا على مستوى نقل الأكثرية من ضفة إلى ضفة أخرى على غرار ما حصل في العام 2005. وبالتالي فإن المخاوف تتركز حول ما يمكن أن يحصل من أجل منع انتقال هذه الأكثرية، وهو ما يفسر المخاوف الكبرى لدى المجتمع الدولي الذي يصدر المواقف المتتالية وبشكل خاص بيانات مجلس الأمن التي تركز على قرارات الشرعية الدولية تزامنا مع رسائل تحذير من أي محاولة لتفجير الوضع في لبنان. وإلى أساس ميديا، حيث كتب إبراهيم ريحان: سقوط الخطوط، تبادل الحقول وتقاسمها. عاد لبنان إلى التزام اتفاق إطار الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في خريف 2020 مع الأمريكيين، أي منذ عامين. ويتعاطى لبنان بجدية مع المقترح الجديد الذي حمله الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والإسرائيل أيموس هوكستين، والذي أكدت المصادر اللبنانية والأمريكية أنه يلحظ الثابتتين اللبنانيتين، لا لخط هوف أي تقسيم 860 كيلومتر مربع بين لبنان بحيث يكون له 60% وإسرائيل تحصل على 40%، ولا للحقول والحسابات المشتركة بين لبنان وإسرائيل. أما الوفد التقني من الخبراء والاستشاريين المرافق للمبعوث الأمريكي فهو دليل واضح على مدى الجدية التي تتسم بها الزيارة هذه.